في حلقة هذا الأسبوع. بس فالح في نادي قطر سباق السيارات درجات النارية ولا يقدر علينا هني؟ يقدر على المتسابقين ولا لا؟ يا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي برنامج سبيد، وكالعاده اخبار عالميه ومحليه وايضا ضيوف مميزين. صحيح عبد الله، يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات الكاس الرياضيه. حلقه جديده واخبار متنوعه وايضا محاور عديده مختلفه في حلقه اليوم، ولكن بدايه خلونا نبدا حلقتنا وكذا تام. ونبدأ مع أول أخبارنا المحلية في إنجاز جديد للرياضة القطرية. توج بطلنا العالمي ناصر العطية ببطولة رالي مناطق الدولية الصحراوي للمرة السادسة في تاريخه، وطبعا نذكر بأن جاء هذا التتويج بعد تتويجه مباشرة ببطولة رالي دكار. نتابع هنا على أرضه. كتب بطلنا العالمي ناصر العطية فصلا آخر من النجاح، معلنا القدوم بقوة هذا الموسم ومضيفا اللقب السادس في غضون 8 أعوام. سوبرمان الرياضة القطرية مهد لهذا التتويج منذ أول المراحل. انطلق بسرعة القصوى رفقة ملحه ماثيو بوميل على متن تويوتا هيلوكس، ورفض التنازل عن الصدارة طيلة أيام المنافسة التي ظفر بها وبفارق 11 دقيقة و10 ثوان عن أقرب مطارديه. الكثير من الصعاب تجاوزها عندما حضرت الخبرة، وبابتسامة التفاؤل يرى ناصر القادم أفضل. الفوز جاء في محله، الجولة الأولى من بطولة العالم جولة صعبة، تفوقنا على الجميع وعلى جميع المشاركين، ونتمنى إن شاء الله التوفيق خاصة السنة هذه. السنة هذه راح تكون إن شاء الله سنة خير من بعد فوزنا برالي دكار وثم فوزنا برالي قطر الجولة الأولى، وإن شاء الله راح نسعى للأفضل وللإحراز بطولة العالم خلال هالسنة إن شاء الله. المركز الثاني ظفر به سعودي يزيد الراجحي، فيما نال شرف ثالث المراكز الروسي فلاديمير فاسيليف مع ملاحي كونستانتين زيلتسوف. المنافسة عرفت أيضا تألق البرازيلي رينالدو فاريلا عندما حسم سباق فئة تي 3. في المقابل أحرز القطري عبد الحسين لقب الجولة المحلية لبطولة قطر للباها، كما حقق نتائج رائعة في منافسة التي 3 كتجربة أولى له في هذه الفئة. فزنا في 3 مراحل الباقية من الرالي، واليوم فزنا في الأول ترتيب العام في الباها. يعني نقول يعني بداية قوية في الفئة هذه، مع أن في عدد كبير مشاركين في الفئة هذه السنة دي، ففي تشالنج أكبر ونتمنى إن شاء الله التوفيق. وبين التألق القطري على كل الأصعدة، يضيف الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية محطة نجاح أخرى في رصيده. مشاركة كبيرة قطرية احنا فخورين فيها، مشاركات من بولندا، من إيطاليا، من روسيا، وطبعا فوز البطل الكبير ناصر بن صالح العطية. هي الجولة الأولى لهذه البطولة، وإن شاء الله أنها تكون فاتحة خير له وحق جميع المتسابقين القطريين في البطولة إن شاء الله في 2019. إذن ألف مبروك لبشعيل تحقيقه اللقب السادس، ونقول أيضا كل التوفيق للمتسابق عادل حسين، نتمنى لهم التوفيق جميعا.
في مشوارهم للراليات. ولكن من بعد هذا الخبر ننتقل لثاني أخبارنا وهو من نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية، حيث يدعوكم يوم السبت من الساعة 4 عصرا في مقر النادي عشان يشوفون أبرز الفعاليات للبطل الأسترالي جوش شيهان وهو يقوم بأخطر الألعاب، ألعاب الإكس جيم. نعم عبد الله، طبعا شيهان معروف على مستوى العالم بأنه دائما يقوم بحركات بهلوانية واستعراضية في دراجته، وهو أول متسابق يقوم بحركة الدوران للخلف 3 مرات متتالية على مستوى العالم. الجميع مدعو لحضور هذه الفعالية، الدخول مجاني في أماكن العائلات، أيضا توجد المطاعم والعديد من الفعاليات في نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية. أتمنى الكل يحضر عبد الله. أتمنى. نبذة خفيفة عن جوش. إذن ننتقل من نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية. للتذكير يوم السبت الساعة 4 عصرا في مقر النادي. أيضا صور تجسسية لسيارة المرسيدس بنز السكلاس 2020، هذه الصور نشرت نقدر نقول من الداخل عشان نشوف الشاشة اللي موجودة. حاليا قاعدين نشوف الصور من الخارج من الحجم الكبير، والسيارة عبد الله نقدر نشوفها ان هي صارت انزل للارض، ونشوف مصابيح صحيح جديده اللي نقدر نقول الاسطبات اللي قدام والاسطبات اللي ورا، وايضا في اشياء تمتلكها ايضا من قدره اضافه الديناميكيه الهوائيه وفيها روح العصر اللي موجود. صحيح، ايضا بالاعتماد على تصريحات رسميه سابقه ادلى بها رئيس قسم التصميم لدى شركه مرسيدس بنز ان سيتم الاعتماد على حاسه اللمس في مقصوره الجيل الجديد من الاس كلاس، ويعينهم تخفيض او تخفيض عدد الازرار في الشاشه الكبيره الى الخلف لتعطيك سهوله اكثر في الاستعمال. وستحصل هذه السياره الجديده على انظمه قياده ذاتيه على المستوى الثالث، والذي يعتبر اخر مستوى من انظمه القياده الذاتيه الذي يسمح للسائق البشري بالتدخل في حركه السياره. وسياره مرسيدس اس كلاس 2020 ستحصل على تصميم مستمد من شقيقتها مرسيدس اس الاس او سي الاس 2019 بجيلها الثالث الجديد كليا. ولكن عبد الله نفس ما نشوف مشاهدينا ايضا على الشاشه من الداخل، شفنا حجم الشاشه هي تعتبر اكبر لو مقارنه من الايباد برو 12.9 انش، فتقدر تقول اكبر واحسن. ولكن نتمنى ان السياره نفس الصوره التجسسيه اللي ظهرت لما تصير برودكت تكون نفس ما هي. يعني عبد الله تعرف اغلب المعارض العالميه يجونك ككونسبت كار، صحيح، تكون سياره غير، فلما تدش في خط الانتاج تشوف سياره ثانيه تقول ايش اللي شفناه وايش اللي بس طلع. دائما يكون تحسين عبد الله، دائما يسوون مثلا نقول سيارات هي تكون كونسبت ردود افعال بعد أيضا. ايوه بعدها يشوفون خلينا نقول افضل للسياره وللتسويق وايضا للشركه، وتمشي على مسار الانتاج. طيب الحين راح اوديك مو بجيل الطيبين، جيل المغبرين سنه 1927. كابوي ولا شنو؟
والله خوفي بعد كوبوي. كوبوي سنة بعد ما قلت في سنة 1927 العالم كانوا يفكرون وايد في تطور في الأشياء اللي تقدر تقول في الأمان، بالذات الألمان جابوا شيء جدا يعني غريب ومستوحى ما أدري من شنو صراحة، إن مخلي لك إن داخل السيارة في زر ولكن من الخارج لما تضرب هالزر إنك بتدعم واحد نفس بتطلع لك نفس الحماية حق الشخص كمظلة وتحمي الشخص اللي ندعمه. بس خلنا نشوف عشان نتعرف عشان اللي ما فهم كلام إيش نقول عشرة شوفوا عشان تعرفون. شوف ضغط الزر وشوف نفس ما تقول المظلة والبروتكشن اللي جاء من الصدام إنه يحمي الشخص إنه ما يدعم. يعني لو أنا بيبي أدعمك مثلا لو أنا بيبي أدعمك مثلاً بيبي أدعمك يلا مثلا وعشان بعدين آخر شيء هونت شوف شلون ضرب الزر هو اللي يضرب الزر هو اللي يضرب اللي داخل شلون على هذا ما راح يتعاون اوكي والله هي يعني هي فكره بدهم ترجع على هذيك السنين هذه تعتبر صراحه فكره خارقه للامن والسلامه في الطرق العامه للمشاة لكن عرفنا الالمان دائما شوف يتميزون بالاختراعات شوف هاي سواله والله سواله كرسي انا اقول لك يعني في افكار انظمه سلامه وكل شيء واحنا قاعد نتكلم عبد الله 1927 يعني لازم يكون خلينا نكون واقعيين ايضا لما الواحد بيدعم شخص ما راح يكون منتبه اصلا عشان يكون منتبع الزر انا قاعد اتكلم بواقعيه بس ايضا راح ارجع ان ترى 1927 ممكن انت خلينا نقول تفهي شلون تسوق مره تنتبه ان في احد قدامك ما يمديك تفتح بريك ممكن الزر يكون قريب اذا انت عندك هالرياكشن تضرب السيفتي وتطلع المضرب طيب انت وديتني المانيا انا بوديك استراليا في حركه جديده راح تصير تعرفون الايموجي اللي هو في الواتساب في السناب في كل مكان اللي هي الفيسات استراليا قررت من شهر 3 الجاي ان اي شخص يقدر يستعمل ايموجي في لوحه السياره نعم تستعمل الايموجي في لوحه السياره من شهر 3 تختار الايموجي المناسب وتركبه على سيارتك وراح تكون تكلفه من 160 ل 500 دولار لوضع الايموجي في لوحه السياره ايش رايك عبد الله هاي في استراليا نعم في استراليا نعم كل الايموجي كل اي ايموجي لا خمسه ما كل الايموجي ليش اشتري في كل الايموجي ترى منهم بيحطون لك خمسه بعد اوكي ودنا من استراليا ودنا مكان ثاني انا اقول احسن طلعنا على الخبر اللي بعده اذا من استراليا عبد الله انا راح ارجعك وراح اطيرك لمبالغ عاليه الى مبلغ 15000 دولار ولكن بحركة طيران شلون في شركة الله يسلمك يسمونها شركة أركا سبيس هذه شركة تعتبر من رومانية وتعتبر في تطوير الصواريخ وتطوير الأنظمة الفضائية للحكومة الرومانية وأيضا وكالة الفضاء الأوروبية ولكن شركة أركا سبيس أصدرت لوحة طائرة جديدة اسمها أركا بور هذه الأركا بور تباع ب 15000 دولار فكرتها فكرة نفس ما تقول شفت الفكرة ان الواحد يركب تذكر في فيديو طلع في مباراة ان يا سلم الكورة الحكم صحيح سلمها صحيح ولا تسلك لي لا صحيح إيه انا بقول لك تتذكر احنا قبل كنا نقول في زمن احنا بنطير وصل الزمن هذا وصل الزمن اركا سبيس سوت لك اركا بورد ب 15000 دولار امريكي وهاي اللوح توصل سرعتها ل 20 كيلومتر في الساعة والتحكم فيه ترى بلوتوث يعني وانت طاير تتحكم في البلوتوث وانت طاير واثنين يقدرون يعني انا وانت نركز زين شلون اتحكم فيه بالبلوتوث بالتليفون اتحكم في المسار شفت يسمون الدرون الطيارات اللي بدون طيار نفس الفكره هي ولكن هاي انا بني ادمين وهذه نفس ما تقول وين اتجاه الهواء تروح قدام وتروح ورا يعني هي دمجين اكثر من فكره حلو مع بعض يعني تكلفتها تقريبا في ال 40000 45000 15000 دولار تقريبا ايوه تقريبا يعني نقدر نسوي انت قاعد تتكلم 2000 ولا 98 ستاندر ركب له شنابر بوالين وروح في المكان اللي تبي تركب ركب لي بورد 15 اي بس تدري ايش المشكله؟ لازم يكون عندك ليزم هذا شيء يبيله ليزم طيران لازم يكون عندك يسمونه زين هالبورد تدري ايش ينفع حق شنو عبد الله ينفع حق البنات لا حد يزعل حق بعض البنات يعني بصراحه يحتاجون نفس هالبورد في بنات للاسف يعني للاسف البعض ما نعمم يقولون ان سواقتهم احسن من الرياييل
تشوفوا تكفون لان هو منهم بعد ترى. خلنا نشوف حوادث البنات طبعا بعيد الشر عن الجميع، لكن هذه بعض اللقطات العمادي. تذكر انت قاعد تقول لي من قبل ايش كنت اقول؟ انا قلت البعض زين وانا ما اقول الكل. هاي بعض نشوف شوف ال شوف الله شفت الريوس من وين؟ طلع حواد جايك ريوس من اول امس داق الريوس. هي في مشكله يعني شوف تلاحظ الفيديوهات لو تلاحظ الفيديوهات ان البنت يوم توهق تكمل ترى على فكره يعني شوف يوم تريوس تكمل الريوس ما توقف. ما راح اسكت يا يوسف خلنا نعلق على الفيديوهات اللي قدامنا. طلع الموسيقى اللي حافها لنا فشلتونا يا جماعة فشلتونا ندافع عنكم ونقول بعيد الشر عن الجميع بس يتابعون بعد البعض، لكن للأسف يعني إذا دعمت الله يهداك وقفي أنت خلاص الحين ريوستي رحت قدام ورجعت لا ديتي دبل يعني ريس كامل. هاي مشكلة البنات أنا أعترف مشكلتهم إذا توهقوا أو في شيء يشيرون على الريس زين هدي الريس يا أنا دعمة خفيفة ترى الحين ما أدري أتكلم ولا بيهزني مرة ثانية. لا قول تفضل أتكلم ولا تفضل الحين عندك المرة تقول لي لا والله ودشوا الراليات على عيني على راسي بس يوسف يعطيك تغريد لسكتك في الكلام معلش بس هو البعض يا ابن الحلال من أول أمس داق الريوس من أول أمس داق الريوس جهز تغريد حق حوادث الشباب البعض البعض احنا الحين ذكرت لي عن موضوع أن بعض البنات والله يحفظ الجميع من الحوادث اللهم وأهم شيء طبعاً السلامة في جميع الأمور وخف السرعة بعض الأمور تجيك من هذه بس أنا برويك شيء عبد الله تقرير ثاني هاي لا تقول لي بنات لا تقول لي شباب لا تقول لي شباب هاي بلا تركيز كامل ومش الكل أنا أعتقد إنه يقدر أو يجرأ إنه يسوق على هذه الطرق تعتبر من أخطر الطرق في العالم خلونا نتابع. إذا كنت من عشاق القيادة وتفضل مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة أثناء قيادتك للسيارة فلا أعتقد أنك تفضل ممارسة هوايتك في أحد الطرق الوعرة الكثيرة المنحدرات التي يمكن أن تودي بحياتك نتيجة خطأ بسيط واحد. وإذا فكرت في السير عليها يجب أن يكون لديك قلب من حديد. ونبدأ بطريق ينغاس في بوليفيا. يوجد ذلك الطريق الذي يربط بين لابازا عاصمة بوليفيا وكوريكو ويصل طوله إلى 400 كيلومتر ويتعرج الطريق عبر الجهة الشرقية لجبال الأنديز ويمثل خطرا على السائقين لكثرة المنعطفات الحادة وشلالات الماء لذلك لا تزيد فيه سرعة السيارات عن 30 كيلومترا في الساعة لكن رغم ذلك يلاقي كل عام 200 شخص حتفهم على هذا الطريق ولذلك يطلق عليه طريق الموت. طريق المحيط الأطلسي في النرويج يوجد هذا الطريق الذي تكثر فيه المناظر الخلابة في أوروبا فهو يصل بين مجموعة جزر بالمحيط الأطلسي ويصل طوله إلى 8.3 كيلومتر وتزداد خطورة ذلك الطريق مساءً ويحتوي على 8 جسور مريعة تمتد على طول المحيط فتتعرض من حين إلى آخر إلى ضربات من الرياح القوية وموجات المحيط الضخمة. جسر نهر فيتيم في مدينة سيبيريا بروسيا يوجد جسر يمر أعلى نهر فيتيم أطلق عليه الناس جسر نهر الضحية ذلك لأنه من أكثر الطرق رعباً في العالم فالخشب المصنوع منه الجسر
يظل متجمدا طيلة العام، مما يعرضه للتكسر عند مرور أي شخص عليه. لذلك نادرا ما يكون لدى أحد الشجاعة الكافية لتخطي ذلك الجسر. طريق نفق جيوليانغ هو الطريق الذي لا يتسامح مع أي أخطاء، يوجد في الصين، وتم حفره في الجبل عام 1972 من طرف القرويين الذين يعيشون في تلك المنطقة والتي تحيط بها جبال شاهقة، حتى يكون على تواصل مع العالم الخارجي. يبلغ طوله نحو 1.2 كيلومتر بارتفاع 5 أمتار وعرض 4 أمتار، ويقع في جبال تاي تشان في مقاطعة شاندونغ، وتم افتتاحه في العام 1977، مما حول القرية إلى منطقة جذب سياحي سيرا على الأقدام. بعدما عرفت هذه المعلومات، هل لديك الجرأة على أن تقود على هذه الطرق؟ رجعنا بعد هذا التقرير المرعب. احنا قبل كنا نشوف خط سيرين اللي هو رايح وراد قبل يفصلونهم، كنا نشوف انه خط خرة بعد هالشوارع، انا مستحيل ادخلها اساسا حتى لو فيها بحواجز. ان شاء الله الساعة 6 الصبح شفت الطرق. والله شوف انا في مشهد كنت امتع عنده الصراحة. اي مشهد؟ من روسيا كذي عاد هالوحيد اللي خراك فيه على الجبل، على الاقل بحر ممكن تعيش يعني في امل في ثاني على طال البحر. الجسر اللي في المحيط يعني تتجرأ، عطني طريق واحد من هالطرق كلها تتجرأ انك تروح على طريق واحد. ادري ما بتروح ولا واحد فيهم اللي يعني انت اخترته، بس سباحه سباحه. انا دامي داش على هالطرق الخطره كلها، بروح اختارهم اللي في روسيا. يا تصيب يا تخيب. شوف ان اختارهم اللي في روسيا، ترى جسر خشب ومتجمد طول السنة ويقول لك يتكسر بسهولة وما في حواجز صوبة. وين أخطر من هاي؟ على الجبل. شوف أنا بقول لك حركة في الليل بالله جسر روسيا السيد وران زيد، بنطرش يوسف عليه يتمشى بريده إن شاء الله. هاي إذا مر أحنا بنكمل بعد، إذا ما مر خلاص بنرجع تجربة. يعني أكيد إحنا ما نتمنى المضرة، فإن شاء الله نبي خطوة. طيب، دشنت دولة قطر يوم الأحد الماضي طريق المحور، طريق يحمل اسم أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الحبيبة في العاصمة الدوحة. وجاء تسمية هذا المحور بمحور صباح الأحمد بتكليف سيدي سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني، وقام بتدشينه سعادة رئيس الوزراء. وجاءت هذه التسمية كهدية من دولة قطر لدولة الكويت الشقيقة والحبيبة خلال احتفالاتها باليوم الوطني. في احتفالية لها دلالات على عمق العلاقات القطرية الكويتية، دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة مشروع محور صباح الأحمد. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء ووفد من دولة الكويت وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الدولة. حضر أيضا رؤساء الهيئات وكبار المسؤولين وممثلون عن الشركات التي نفذت المشروع. يأتي تدشين محور صباح الأحمد تزامنا مع احتفالات دولة الكويت الشقيقة بعيدها الوطني 58، واعترافا بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت صاحب الأيادي البيضاء الممتدة بالخير لكل شعوب العالم. محور صباح الأحمد مشروع جديد تطلقه دولة قطر في سنوات التجهيز لأول مونديال في تاريخ الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، كما يعد وفاء بالتزامات دولة قطر التي تعهدت بأن تقدم للعالم شتاء 2022 نهائيات غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم. محور صباح الأحمد يحمل اسما عزيزا على قلوبنا جميعا، ويعد بصمة قطرية أخرى بعد فترة وجيزة من الافتتاح الضخم للمشروع الأضخم طريق المجد.
قبل ما نبدأ في أخبارنا مع ضيفنا، حبينا نهني دولة الكويت الشقيقة باليوم الوطني، جعلها دوم دولة الكويت عامرة بالأفراح، والله يحفظكم من كل شر يجيب لكم كل خير. عبد الله، اللهم آمين، وإن شاء الله دائما دائما نكون شعب واحد وعلى قلب واحد، وما ننسى وقفتكم خلال هذه الأزمة، وأيضا قربنا أكثر وأكثر من دولة الكويت. نتمنى لها دائما الأمن والازدهار والتطور، ومن أمان ومن نجاح إلى نجاح. إذن للحديث أكثر عن هذا المحور، سعدنا أن يكون معنا في الاستوديو المهندس علي إبراهيم من إدارة الطرق والمشاريع والطرق السريعة. يا مرحبا فيك. مرحبا. بندخل دائرة على الأسئلة، بس بداية هدوء ريلاكس، الموضوع كامل. نبغى نعرف أين يقع محور صباح الأحمد وشو مكوناته. مثل ما سمعتوا، محور صباح الأحمد راح يكون موازي لطريق 22 فبراير، وغرب في غرب 22 فبراير. حلو. راح يكون ممتد من مطار حمد الدولي لين تقاطع أم لخبة اللي يسمونه تقاطع الأدمارك، ويتضمن سبع طرق رئيسية إن شاء الله، اللي هي طريق الداري الخامس، وطريق الداري السادس، وطريق مسامير، وأيضا تطوير طريق أبو عرين والإبداع. طيب، خلنا نتكلم عن أهمية هذا المحور بشكل عام. طريق محور صباح الأحمد راح يخفف الازدحام المروري اللي على 12 فبراير، بما أنه موازي ل 12 فبراير راح يكون بديل، وراح يخفف الازدحام لأنه يستوعب تقريبا 20,000 مركبة في الساعة. لو نقارنها ب 22 فبراير اللي يستوعب 12,000 سيارة في الساعة فقط. صحيح، وأيضا طريق المجد يستوعب أكثر من 14,000 سيارة في الساعة، فهذا راح يكون أكبر محور في دولة قطر يستوعب عدد سيارات أكثر. اي نعم صحيح. يعني نقدر نقول نقوم الصبح 22 فبراير فاضي ان شاء الله. اتمنى يا اخي، صدق اتمنى كل مره زحمه. لا الحمد لله، دائما الحين قاعد نشوف هالمحاور والطرق الجديده والانفاق، ان شاء الله راح تخفف الزحمه والضغط على ما نوصل فين لنا شيء باذن الله. طيب مهندس علي، حدثنا عن ابرز الفوائد اللي سيعود بها هذا المحور على مرتادية الطرق في قطر. اول شيء هو راح يخفف الازدحام، يعني نسبه الوصول من شمال الدوحه لجنوبها راح يخفف او يسهل نسبه الوصول بنسبه 70% ان شاء الله. يعني تقدر تقول وانت اكثر من نص الوقت بيروح. اي نعم، اكثر من نص الوقت. حلو. فوانت جاي من مثلا مطار حمد الدولي لين تقاطع الأدمارك، لو استخدمت محور صباح الأحمد ممكن راح تأخذ 18 دقيقة، على عكس 12 فبراير ممكن تأخذ 50 دقيقة. هاي مشكلة بالنسبة لي. جميل والله. أحنا لو أقول يوسف بمر عليك يقول لي ليش ما تقدر، راح تقول والله ما أقدر زحمة والله. جميل. طيب خلنا نتكلم عن الأشياء اللي تميز هذا المشروع عن المشاريع الأخرى في الطرق السريعة اللي هو محور صباح الأحمد. اي نعم، المحور فيه أول جسر معلق في دولة قطر بطول 1.2 كيلومتر ما شاء الله، اللي راح يقطع طريق سلوى، وعندك راح يضمن بعد أطول جسر في قطر بطول 2.6 كيلومتر ما شاء الله، وبعد يتضمن اللي هو أكبر تقاطع في الدوحة اللي هو تقاطع لاندمارك، راح يكون فيه 9 جسور. 9 جسور انسيابية وبدون أي إشارة مرورية. جميل، جدا جميل والله. صدق حمسنا على المشروع، متى يخلص ان شاء الله عشان تمشي على طول. اي والله. طيب هل هذا المحور راح يخدم اي مناطق سكنيه في المستقبل؟ اي نعم، راح يخدم تقريبا اكثر من 25 منطقه سكنيه. حلو. نذكر حلو. منهم نعيجة والثمامه. جميل. والريان، اللقطه، الغرافه، غيرهم بعد في يعني. حلو، ما تعرضنا كل المميزات لهذا المحور اللي هو محور صباح الاحمد، متى ان شاء الله تتوقعون راح يكتمل هذا المشروع باذن الله؟ طبعا المحور يعني مكون من اجزاء، فبس
كانتهاء كامل من كل أجزاء تقريبا في 2021. 2021 قبل كأس العالم بسنة. حلو. في بس في مفاجآت إن شاء الله قريبة. حلو. بتبوي مستعير تصدق؟ على شنو؟ كأس العالم؟ لا على المحور. لا الاثنين الحين شطوني شو. طيب كيف تم اختيار اسم المحور صباح الأحمر؟ تيمنا بصاحب سمو أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بما أن له فضل لدولة قطر وأيضا لترسيخ يعني المحبة بين الشعب القطري والكويتي. جميل. طيب شو اللي يضيف هذا المحور الهام لشبكة الطرق في دولة قطر؟ طبعا لا يضيف أشياء كثيرة، بما أن راح يخفف الازدحام المروري، لأن في تقريبا 32 جسر، 12 نفق، 12 جسر مشاة، وفيه أيضا طريق للدرجات الهوائية بطول 65 كيلومتر إن شاء الله، فراح يخدم بشكل كبير. يعني الطريق راح يستوعب أنواع كثيرة، نتكلم عن درجات هوائية، طرق، مشاة، النفق، يعني جسور، يعني ما شاء الله لا إله إلا الله. يعني الله يعطيكم ألف عافية ويعطي الجميع اللي قاعدين يشتغلون على قدم وساق في هذا المحور جميع المشاريع لإكمالها في وقتها وإبراز أفخم والمناظر الجميلة في الدوحة وتخفيف يعني الزحمة أهم شيء عندي أنا. طيب كيف يساهم هذا المشروع، مشروع محور صباح الأحمد، في البنية التحتية لاستقبال كأس العالم 2022؟ طبعا المحور راح يربط ملاعب كثيرة، منها راح يفيد، راح يسهل وصول الجماهير للملاعب. عطنا الملاعب مثلا، يعني يخدم ملعب مثلا راس ابو عبود، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد الوكرة بعد، يعني هاي اللي في بالي وغيرها بعد من الملاعب. ملاعب. جميل. يعني عم يسهل حتى الوصول الى ملاعب كأس العالم 2022، ونشوف هذه لقطات لكأس العالم وايضا كيفية خلينا نقول خدمات اللي قدمها هذا المحور للوصول الى الملعب. واضح ايضا في الصوره ان الملاعب اللي راح تكون موجوده، والرسم التخطيطي هو رسم طريق المحور، يعني تقريبا المحور راح يشمل نقدر نقول شبه جميع الملاعب. صحيح. لخدمه الطرق وتسهيل الطرق للمشروع التوني تحت استقبال كاس العالم 2022. بس اخر سؤال، هل هذا المحور خلينا نقول يخدم اكثر مع المترو اللي هو الريل؟ اي نعم، يربط ثلاث محطات، بين ثلاث محطات مترو، منها محطة المنطقة الصناعية ومحطة الريان ومحطة الوعد. جميل. العافية وشكراً صراحة على هذه الإيضاحات. يعطيك العافية وشكراً على هذه الإيضاحات، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وإتمام وإكتمال هذه المشاريع. شكراً جزيلاً على تواجدك معنا. مشاهدينا ومتابعينا، رحنا خلنا نقول رحلة مع جروب الجيب في وين؟ في سيلين، وصارت إصابة حق معدنا يوسف الحمد لله على السلامة، وأيضا نقول مشكور للقائد والسائق عبد الله المسلماني، وأيضا شكر لسالم الشامس. نشوف معاكم هذه الجولة والتجمع الخامس من جروب الجيب. من سيلين التجمع الخامس لملاك الجيب في قطر، الكل يتجمع في سيلين واتفقوا ملاك الجيب انهم يتجمعون وياخذون هذه الجولة، واكيد برنامج سبيد ما راح يفوت هذه الفرصة. صارنا ابو عبد مشاركة في هذا التجمع كبير والرائع ما شاء الله، يعني والحمد لله نحن كل سنة نشارك معهم مع جروب قطر جيبرز، فالحمد لله رب العالمين فعاليتهم ما شاء الله عليهم، والتجمع يعني إدامة على كلام ما شاء الله. هذا التجمع كان فيه غير شوي عن التجمعات السابقة، أولاً من ناحية الفعالية نفسها اللي صارت، كان في فعاليات للأطفال، كان في فعاليات للعائلات، احنا بنحاول نخلق بيئة اجتماعية لأصحاب الجيب رانجلر، عشان في ثقافة الجيب اللي منتشرة في العالم بنحاول نجيبها هون على قطر.
آخر نقطة الآن طبعاً إحنا في طعس ملموم شوية حق الاستعراض، والشباب اللي يحبوا يطلعون مهاراتهم على الطعس طبعاً راعي فيه السلامة، إذا في حد وقف ولا علق ولا شيء نوقف الاستعراض إلى أن إحنا نعدل الموضوع. طبعاً في الشباب البروفيشنال شوية. الإيفنت حلو ومرتب ومنظم، وطلعت الأفراد كانت كتير حلوة. أنا دائماً بطلع أفراد، بس هالمرة بصراحة انبسطت مع عدد الجبات اللي موجودة والسيارات اللي موجودة، كانت كتير حلوة. أول شيء أحب أوجه كلمة شكر، والشكر أيضا حتى كلمة شكر يمكن ذاته في حق جروب من لاك الجيب في قطر، وعلى راسهم سالم الشامسي اللي ما قصر معنا، وأيضا شان خلنا نقول من على الأرض شيل وأعطانا هذا الدرع اللي هو تكريم لتغطيتنا في هذا اليوم. بس أهم شيء إنه يكون راني استمتع خلال الرحلة. طبعا مخرجنا غني عن التعريف يوسف عبد العسام، إن شاء الله نكون زعلان عليه، بس أنا تمنيت إنه يكون في لقطات. خليك الحين خليك. أول شيء يعطيكم ألف عافية على هذا التصوير وعلى هذه الرحلة الممتعة. يعطي ملاك الجيب ألف عافية وجروب الجيب وسالم الشامسي ويوسف الأنصاري لدوم كانوا متعاونين معنا في جميع التقارير من الجيب والتقارير. من أروع يعني بدون مبالغة، من أروع التجمعات اللي شفتها، من أكثر التجمعات خلنا نقول اللي فيها نظام. على كل طعس تخيل، على كل طعس في منظم واقف ينطر الجروب، وحولوا الجروب لفريقين في المبتدئ وفي المحترف. يعني لو ما أوصف لك شلون هالشباب شغالين من الصبح لين خلنا نقول المغرب، وهم يعني خلنا حاطين الناس على كوف الراحة من ناحية الأمن والسلامة، المستلزمات اللي هم يحتاجونها، وأيضا التور شلون منظمينه من منطقة إلى أخرى. والله صراحة أني أنا من الأشياء اللي قاعد أقولها كان خاطري أكون متواجد معاكم، ولكن ظروف العمل ما سمحت لي. يعني لو كنت بدال يوسف أنا يمكن كنت أستانس. بغض النظر أنا بس أعلق على شيء واحد. أنا توصلت لي معلومة أنك سواقة في سيلين كلش صفر. كسرت من اللي قالك أول شيء الكلام؟ كسرت معدنا. لا أقول لك ما تعرف تسوق؟ ما أقول لك ما عندنا أول ما أول شيء يوسف أول خلنا أقول لك تفضل. أول شيء يوسف أول مرة يدخل الطعس في سيلين. لا مش أول مرة، دخل معاي كم معك إزين؟ كان عبري ولا كان قاعد ورا؟ لا كان عبري، بس أوكي. بس ليش الفرق بيني وبينك ان انا اعرف انسم 15 هو قاعد ورا انا ميجر مو بالون رقم واحد، انا ميجر اوكي هو قاعد ورا. سمعت اللي صار؟ هو قاعد ورا يا اخي، تي مطبق قدامي انا شو اقول؟ تقبض الريال. انا ما نزلنا بالمطبه راني سليم، اطالع وراي واحد رايح فوق ورافخ على الارض وصراخ ايش فيك يا يوسف؟ سلام والله ما اعرف يمسك شو اسوي يعني، والله نفسي ايش موضوع اسوي. لا بغض النظر انت قاعد تقول ان انت مياجر مترانم مياجر، بس نفس 15 نفس انا ما تهمني شهادة يوسف كذا، ما تهمني شهادة راني لان راني عاش معي التجربة. المهم ويدري بنطلع مرة ثانية بنشوف من احسن. وصلنا لفقرة التحدي، والفقرة الأساسية من احدى الفقرات اللي موجودة في برنامج سبيد لهذا الموسم، فقرة جو سبيد. راح نتعرف على ضيفنا، هو سائق ومحترف، ولكن هل راح يكون محترف في الكارتينج؟ خلونا نشوف. وصلنا فقرة التحدي والإثارة، فقرة جو سبيد. هذه الفقرة يبي لها تركيز وسرعة أيضا، ولكن معنا متسابق في نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية،
ايش بيصير في الكارتينج؟ الله اعلم. معنا المتسابق مصطفى الاتات. يا مرحبا فيك مصطفى. يعطيك الف عافيه اخي عبد الله. الله يعافيك. وصلنا حاليا فقره الكارتينج، بس ابغى اعرف هل انت سكت الكارتينج من قبل سيارات الكارتينج؟ هل جيت حلبه فيلاجا من قبل او لا؟ بلا، جيت قبل يمكن مرتين مع الاهل. ايام الشباب كنا نسابق كارتينج بامريكا، بس تعرف هونيك كان الانجن مش الكتريك، كان باور. جيت مع الاهل بس ما اخذتها بجديه الموضوع، بس انه اتس فان. علي بقى كون اليوم فيها قصه تحدي لنشوف. بابا بدك تنتبه، في كوع كثير واسع. نو بابا، في الكوع الكبير، وفي في واحد شارب كمان، هذا اثنين انه بدي انتبه عليهم. شو بتقولي انت؟ لف شورت كات ولا وسع الكوع؟ ما توسع الكوع. شورت كات. طيب وصلنا حاليا للتحدي ورايحين عند الستارت لاين. عندك ثلاث دقائق، مالك غير هالثلاث دقائق. راح نتكلم عن ثلاث دقائق، بناخذ فقط اسرع وقت في اللفه الواحده. ان شاء الله. مصطفى طيب جاهز ولا لا؟ ان شاء الله على طول جاهز. ان شاء الله. كل شيء يبين الحين. نشوف هلا، ما مش الحال هلا، بضعفش 20 كيلو بيجي السنة الجاية. يلا ان شاء الله. مصطفى جاهز التحدي؟ جاهز. واحد، اثنين، ثلاث. إذا بدأت ثلاث دقائق مع مصطفى الأتات، نشوف. بس فالح في نادي قطر سباق السيارات الدراجات النارية ولا يقدر علينا هني؟ يقدر على المتسابقين ولا لا؟ وزنك الزايد، خففه يا مصطفى، خففه خليه ينفعك. اوكي يلا 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 بابا. مع اللفات ليه ما تعود؟ المصيبة يا مشجعة معاه، يعني بنت موجودة قاعد تشجع من مساعة بعد. يلا بابا جو جو جو. المشكلة إني أنا قلت له دكتور فادي جاب 25 ثانية وكم جزء من الثانية؟ حاليا مركز الثالث، فهو توتر شوي، قال عيب علي ما يجيب أكثر من دكتور فادي. Good dad. والله لو ما وخرت شوي مضيّر ريني بعد. هذه آخر لفة وعطيناه تارجت آخر لفة. يا يستغل آخر لفة صح، أجيب التايمينج، ولا اللفات اللي قبل نمشي على أحسن وقت. تعرف شو؟ ما بيعرف شيء الحين، أنا بقول لك الحين شيء. أول شيء خبرني على ثلاث دقايق والتجربة. والله التجربة كتير حلوة، بتحكي أنت ثلاث دقايق، عدا نحن ثلاث ثواني بتعرف أنت. ثلاث دقايق حلوة كتير. حماس حلو وتجربة جديدة لإلي وتحمست عليها، وإن شاء الله إنه جيب العائلة إن شاء الله على طول. ولكن ما راح أسألك تحب التحدي ولا ما تحب التحدي، لأن أنت سائق سيارات والتحدي يعني في دمك، وتو تبي تكون المركز الأول. أكيد هو، لكن بس يكون واحد بالمركز الأول على طول صعب إنه ينزل. بس ما عندي يعني الخسارة بتخليني
اقوى لبعدين. كثير شعور حلو، كثير يعني انا بحب هيدي الرياضه خصوصا الكارتينج. بالعكس انبسطت وحبيتها ويعني تحمست لارجع اجي العب بالكارتينج. هي تقريبا نفس الشيء انا معها، هي كمان هي بتشارك بالسباقات معي وعلى طول انا بحمسها وبشجعها وبقول لها وين الغلط وين الصح، وبتيجي بتصير هلا كونه انه يعني صار بالمجال بتيجي بتعطيني افكار بقول لها اوكي بابا مزبوط مزبوط. بس لا بالعكس اولادي كلهم بياخذوا معي على السبق وبيشجعوني وبخليهم بحبوا هالمجال. راني قاعد القعده عشان بس اتحمس معه. اذا من التقرير تعرفت على مصطفى الاتات سائق فريق العنابي ولكن في نادي قطر لسباق السيارات والدراجات الناريه مش هنا. مزبوط. كيف حالك بدايه؟ الحمد لله الحمد لله. امورك طيبه؟ الحمد لله. عندي سؤال، ان شاء الله ليش بتضلك بتبتسم؟ اشوفك ابتسم ما اقدر ابتسم. لا يا اهلا مرحبا فيك معنا مصطفى الاتات. الله يخليك. ان شاء الله اعرفك اكثر من 7 سنين، لاول مره تكون ضيف معي في الاستديو وشرفني اكيد. احد ابطال فريق العنابي، دائما مشرفنا في البطولات العربيه والمحليه. مصطفى خلينا نتكلم بما ان تو اختتمت البطوله العربيه اللي بطوله دراج ريس، كلمني عن مستواك او ما قدمته لحد الان خلال البطوله المحليه وبطوله العربيه ومدى رضائك لما قدمته مع فريق العنابي. أول شيء يعطيكم ألف عافية وبشكركم على الاستضافة الحلوة. هلا بالنسبة كفريق العنابي بشكل عام، بتعرف أنا من الأوائل يعني من تأسيس النادي أصلا. قبل النادي بلشنا فريق العنابي قبل النادي يعني تقريبا 12 سنة نعم. مع فريق العنابي بدي أحكي لك مسيرة طويلة. هلا بنحكي هلا عن السنة اللي الحمد لله خلصنا البطولة العربية نعم. وشاركت فيها وأخذت بطل الأوتلوتن فايف فيها بالمحلية. عم شارك بعد يعني عم شارك بكل صراحة، عم شارك تحمس للشباب صحيح، وبكل صراحة الشباب مبسوطين بس نعم. كون موجود معهم عشان عم بيصير في تنافس صحيح، وعم شجعهم وعم ساعدهم اللي بدهم اياه. بقى حلو التنافس حلو جميل. ويعني اذا ما بيجي واحد عنده اكسبيرينس ويسوق ويطلع ازمنه الشباب ما بيتطوروا. اكيد محتاجين دائما المنافسه ايضا والتحدي يعني طيب يعني مصطفى عندي سؤال معلش، كيف قدر يوصل مصطفى الاتات في البدايه انه يكون احد سائقي فريق العنابي برعايه سعاده الشيخ خالد بن حمد الثاني؟ والله عم ترجع انت لل 2006. حلو، شلون شو اللي صار؟ شلون وصل مصطفى الاتات الى فريق العنابي؟ بتعرف اول شيء انه ما كنت موجود بالدوحه في امريكا، انا كنت بامريكا وجيت على دبي. هلا وقت جيت على دبي بتعرف دول الخليج بشكل عام قال لهم مصطفى انه تعرفتهم على حالي انه انا متسابق بامريكا وهيك يضحكوا طلعوا هاللبناني بصراحه يعني اثبت وجودي وتلصقت سياره وعرفوا مين مصطفى. حلو. والله يطول بعمر الشيخ خالد صار في تواصل انا والشيخ وبلشنا عملنا فريق من 2006 اللي هي بلشنا بتويوتا سوبرا. الله. ايه ورحنا فيها البحرين ويومتها جبنا زمن يعني انا بصراحه كنت عم سابق بالبحرين وبالامارات قبل وترحنا على البحرين بالسوبرا تصدق انه يومتها في جمهور مش طبيعي للسوبرا الامبورت انه بحب الامبورت صحيح. وبلشنا والحمد لله كنا بالتويوتا سوبرا 2006 بتعرف بدات مسيره مصطفى ما شاء الله العنابي اخر 10 سنين عالميا صحيح، صحيح. عالميا المشاركات الخارجيه اثبت وجوده والمشاركات المحليه والمشاركات العربيه ايضا. اخذنا بطوله الان اتش ار اي 2018 السنه كمان العنابي اخذ البطوله بامريكا صحيح، صحيح.
طيب مصطفى، خلينا نتكلم بشكل سريع. انت تحب السرعه بشكل كثير، ولكن اذا قلنا مصطفى خارج السرعه، مصطفى في ايام العاديه، شو السيارات اللي يسوقها واللي يحب يسوقها ان تكون كرواق له؟ لا لكن في سواقه عاديه على الطرقات العاديه، سواقه عاديه ما فيها سرعه، ما فيها سرعه. لا لا لا، شو السيارات اللي تحب تستمتع تسوقها؟ طبعا دوم متعود على سيارات الريسنج سيت بيلت، الستيرنج ويل ما فيها شيء. بسوق اودي ار اس 6 سبورت، ما تقدر تقولها ار اس 6 اعطاك اياها، اودي ار اس 6 سبورت. بس يحب الراجان، يعني يحب اودي. كان ار اس 7 كلام عن اودي ار اس 6 جدا جميله، كمان ار اس 7 يعني ترتاح بسوقتها. ار اس 6 انا هنيك الاختيار صراحه، ترتاح بسوقتها. مصطفى انا بسالك اختبار، تفضل. حلو، غير اختبارك اختبار بسيط. قبل ما نقول لك الرقم اللي انت جبته معنا في حلقه اليوم، راح اعطيك ثلاث اسئله. تفضل. طيب نبدا مع اول سؤال، والسؤال الثاني راح يكون عن عبد الله. السؤال الاول يقول لك بورش كيان تيربو راح تكون في تحدي، اللي بورش كيان تيربو اس في تحدي مع الاورس، مع الاورس لامبورغيني اورس، اوكي، اللي هي اللامبورغيني. من الاقوى؟ من راح يفوز في السباق؟ يعني من اللي راح يطوف السباق؟ اول شيء قدام السيرت السباق، الحين راح نشوف الفيديو. شوف انا الحين اقول لك بيعطيك ثلاثة الناس يعني يدرك دقيقين. يلا نشوف جوزو توقع بشكل سريع. الشاشة الطويل الكبيرة، بس يا ريت مصطفى تعطينا توقع قبل. ذكر لامبورغيني اورس، انت شفت من قدام؟ اوه لامبورغيني الاورس الفور ويل، الشاشة الكبيرة يا شباب، لانه ما مبين عندنا السباق اساسا. اوكي حلو جميل. هو توقع لامبورغيني اورس، نقدر قاعدين مصطفى. احنا قاعد نشوف بعد مصطفى، انت من لحد الان مصر ان لامبورغيني هي اللي راح. اما انا سالتك سؤال، كم المسافه؟ قال لك شو المسافه؟ شو حلبه؟ هذه حلبه اي. ليه احنا على نفس الجواب؟ انا قلت على الشاشه الكبيره، لامبورغيني على الشاشه اللي ورا. صحيح، الضال ما تغير. هذا اول سؤال صح. يلا بس في توقع على الاسم، انا اتوقع انت رحت صح؟ على الاسم رحت ولا على القوه؟ لا لا لا، عشان كان كان موجودين عندنا اثنين، انا جربت الاثنين يعني. ايه موجودين موجودين عند الشيخ خالد اثنيناتهم. بس ترى الحلبه تفرق عن الحلبه لما يكون فيها لفات تختلف عن في عندك الهاندل، في عندك الهورس باور يعني. حلو، نروح السؤال الثاني. طيب احنا نظامي انا تجاوب على ثلاث اسئله راح اراويك الرقم، ما تجاوب ما راح اراويك الرقم. لا الرقم عادي عادي خلص. هذا بيثبت لك شهور بعد. طيب انا راح اتكلم الحين عن مستوى اسعار السيارات. اوكي، باجاني بوغاتي، شو بدك؟ اسعارهم غاليه، خلينا نقول افريج 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 برايس. هلا مش قصه افريج، هلا عندك بدك اعطيك السعر انا؟ اي سرعة قبل ما تنحط. البوغاتي بوغاتي سبورت هلا almost 3 مليون يورو. 3 مليون يورو البوغاتي الباجاني. بالدولار، عطنا بالدولار. بالدولار البوغاتي بالدولار. بالدولار البوغاتي الشارون الجديدة، شارون يا بين 3.3 ل 3.6 مليون دولار. باجاني بين 2.5 ل 3 مليون. 2.5 to 3 مليون. أرخص. 2.5 to 3 مليون. دولار. أحب تشوف الأسعار. يلا نشوف اللي جابه. يا بس يا ريت تعرضون لنا على الشاشة الكبيرة، مش على الشاشة اللي ورا الكرسي. شنو بدنا نسكر؟ مع صار هي؟ أوكي. مصطفى، طيب آخر سؤال. ما طلعت الأسعار؟ ما في سؤال للأسف. أسعارك مقاربة جدا صحيحة. الأسعار كان أقول لك مقاربة صحيحة يعني. شوف الأسعار قبل لا نعرض النتيجة لمصطفى الأثر. يعني الباجاني تعتبر صحيح جدا قريب. بس هاي البوغاتي مش العادية، مش الشارون، هذه السوبر سبورت أنتم عم تحكوا، يختلف الوضع هون. طيب أنا قلت لك الشارون هاي من عندي أنا، جوابك صح. لأن السوبر سبورت أغلى. السوبر سبورت أغلى.
صح. فأنا أقول لك هذا الاختبار مصطفى راح تعرف الرقم اللي جبته معنا في تحدي جوسبيد مع عبد الله. أو شيء عطني ترتيبك في هذا البورد بشكل سريع. شو بدي أنا أكيد من هذاك الصوب. من هذاك الصوب. من 27 و 26. طيب نشوف الرقم. زين يمكن أشيل دكتور فادي وأحطك. لا ما بتروح. لا صعب. أنت راح تكون المركز الـ14. مصطفى الأتات صاحب السباقات صاحب الإنجازات لفريق العنابي. والله. وصل لحظة. أنا عن نفسي مصدوم يا مصطفى. وصل لتحدي الجول. أنا معروف. تضحك. أنا قلت لك شو بقول لك. اضحك. عطني توقيع أول شيء. أوكي. وقع وعطنا تعليقك على الرقم. أوكي أحلق شغلة. تفضل. أحلق. شوف الحين بيطلع اعذار. لا 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 ما حطلع اعذار. ثوره تفضل عطنا تعليقك على هذا الرقم يا مصطفى. قالوا لي لقينا فكرت انه انا انبسطت بدي اشوف عبد الله. ايوه حلو. مقابله مع عبد الله ما بعرف انه في سواقه. تغديت وجيت. فيها العافيه. العذر الغدا عليك. بالعافيه. هلا السبت انا رايح. روح. كل اسبوع واتصل لي. اتصل له وابعث له الصوره. وبعث لي الصوره والله العظيم لعرضها. والله العظيم. والله العظيم. طيب هذا السبب. هذا تحدي بين عبد الله ومصطفى. مصطفى بس في تحدي ترى انتبه ها عم يروح كل يوم براكتس. في تحدي بين الشخص عم يروح براكتس كل يوم. والله ان شاء الله راح نشوف التحدي بالاخير. مصطفى لا تاك احد اطفال فريق العنابي. للاسف ما عندنا وقت. ما في مشكلة. بس الكارتنج هي اهم شيء. وزن صحيح. انا قلت له والله لما شفت تاك قلت له اتوقع الوزن اثر معنا. اشوف في كنترول. يعطيك العافيه. شو كان تواجدك. والله يوفقك ان شاء الله ودائما حبيبي. تكون داعم للشباب في عالم السباقات باذن الله. مشكورين ويعطيكم الف عافيه. وانا ناطرك مش هالاسبوع. اسبوع الجاي بدي اسوق دراكستر بالنادي باذن الله. يلا اذا مشاهدينا نوصل لختام برنامج سبيد لهذا اليوم. ولكن نلتقيكم باذن الله الاسبوع القادم يوم الاربعاء الساعه 9 عبد الله باذن الله في نفس اليوم وفي نفس التوقيت. فما الله يا الله.